والله إذا قطع الاتصال بينك وبين الله قطعت السعادة عن حياتك كلها. الاتصال هو الصلاة. لذلك يقول بعض أهل العلم: من أراد السعادة فليعرج إلى الله إذا صلى. الله فرض الصلاة في أي بيت من بيوت أمهات المؤمنين؟ ولا بيت فرضها في السماء. لما؟ لقدرها عنده، ولا كفر إلا في تركها. قال ابن عباس وغيره: ما في دين الإسلام شيء تركه كفر إلا الصلاة. واحد ما يتصل بربه كيف يسعد؟ ولذلك أحبابي، ميزان السعادة، أنت تبغى تضبط إيقاع الحياة، تريد تضبط إيقاع حياتك، اضبطها بضبط صلاتك. واحد يصلي على الهوى، يصلي الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، ويقعد يحك راسه: أنا صليت ما صليت، توضيت ولا ما توضيت، ضايع حياتك ضايع.